يسعد الله مساءكم، كيف حالكم طيبين؟ اكيد منتظرين متشوقين للمغامره. انا متجه الان للمغامره بعد صلاه العشاء ان شاء الله. طبعا وصلت محل المغامره، بيت مهجور والبيت ورايا زي ما انتم شايفين. شويه وحدخل ان شاء الله، تابعوني اذا في اي شيء كلموني مباشره. بسم الله الرحمن الرحيم. حاول اشوف المدخل حقه من فين. لقيت المدخل حقه. بسم الله الرحمن الرحيم. البيت قديم شوية. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. طلع مو ذا المدخل، احتمال ذا المدخل الثاني. والله في وزغ من الباب. هذا وش؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. يعني هذا البداية، كانت فيه حريقة. هذه غرفة، نترك أول شيء هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في غرفة شدة تقريبا. بسم الله الرحمن الرحيم. شوف بس ايش كانوا يسوون هنا. شايف ايش خميط على الجدار، في فراش، في لحاف. طبعا عندي النت ضعيف جدا، فالرسالة تكون متقطع، فانتوا اذا جاتكم مقاطع متقطعة فانتوا مشوها طبعا قبل ما جمعنا لكم مرة ثانية. بسم الله. هذا برا البيت في شيء. بسم الله الدور الثاني. أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق. هذا الدور الثاني طبعا. هذا الحمام تقريبا. هذا الخلالة. هذا الحوش حق البيت، ما ادري وش ذا. نروح المكان الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. نسيت نشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. والله هذا صارت فيه حريق كذا ولا كذا. طبعا الان الوضع طبيعي جدا. إذا أنتوا شفتوا أي حاجة، أي ملامح، أي شيء، كلموني خاص مباشرة، أرسلوا لي على الواتس. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شوف الناحية دي كيف في فرحة. زي ما انتم شايفين المكان الآن ما في طبيعي. شايفين شايفين شيء وراي، في شيء وراي. شايفين كل كتابات أراضي بيوت إن شاء الله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. حمام. بسم الله الرحمن الرحيم. والله هذه الرسمة لوحدها نكتة. هذا ظاهر سبونج بوب. إلى الآن الفرن لفة كاملة ما لقينا شيء. أظن دخلت هناك. هطلع الدور اللي فوق. الحمام اللي يحضر خلة. السلام عليكم.
على الثاني كل شيء برن ولا قفل الشبكة مسوي هناك قلق، كل شيء رسالة كل شيء رسالة علا. ناخذ النف هذه بس نتأكد على شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدور الثاني تقريبا، ما أدري وش ذا. أعوذ بكلمة الله التامة وشر ما خلق. ما في شيء. هذا الغرفة الثانية. نرجع للناحية الثانية. بسم الله الرحمن الرحيم. في صوت سمعته من هنا، في صوت هواء، ما في شيء. ليش الهدد هذا اللي صار هنا؟ ايش في تحت؟ الدور من فوق إلى الآن الوضع طبيعي جدا، ما شفنا شيء إلى الآن، كل دور حمام يا عيني. نطلع الدور اللي فوق. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. نفس حرف الشيخان يا في السطح تقريبا، هذا المقلط حق السطح. الوضع طبيعي، لو خلينا نطلع من الطاقة نشوف ايش فيه. واو واو واو، هذا الناحية الثانية تقريبا مقلط ولا كيف؟ هذا الناحية الثانية تقريبا مقلط ولا كيف؟ هذا المكان اللي جينا منه هو المسفر. السناب بدا يعلق عندي، عندي ما شاء الله الجهاز ممتاز، ليش يعلق؟ بدا يعلق في السطح بصورة غير طبيعية صراحة. البيت آمن، ما في ولا همس ولا حركة ولا صوت ولا شيء، زي ما شفتم طبيعي جدا. من تحت الوضع طبيعي جدا وما شفنا ولا شيء. نزل دحين تحت. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تحت عند البيت ما تعدي الدورية. يقولوا ليش السيارة واقفة هذه؟ اروح اتورط فيها، يقول لي بسوي شيء بعدين. شيء جوا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. المكان زي القبر هذا، ايش ذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ما في شيء. خرافات وزعبلات. دخلنا هنا شوي. احس هذا مكان ثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا خزان ولا بير؟ والله هذا خزان عميق ده. هذاك ما اقدر انزل فيه، خزان هذا. الوضع طبيعي جدا وما في ولا شيء.
البيت هناك غرفة صغيرة. هذا حفرية. هذا بسم الله ما رح نعبرك صور. شايفين شايفين انتو؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. ما في شيء. طبيعي جدا. زي ما شفتوا الوضع طبيعي. ما في ولا شيء. بس الناس خافوا من البيت. ليش؟ لأنه في مكان مهجور وظلام. ما في شيء. هذا البيت اللي دخلنا فيه شايفين؟ 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 عنا شوف صالح للسكن، الواحد يقدر يسكن، ما في أي مشكلة فيه صراحة، البيت ما في أي شيء، أي شيء ما شفت فيه صراحة. شوفوا الظاهر هذا حق غرفة الصرف الصحي ولا حمام ولا وش. طبعا هذا البيت معروف، انا ما حبيت اصور البيت من البداية عشان لا احد يجي يتجمهر عند البيت. هذا البيت دخلت فيه لوحدي طبيعي جدا ما في ولا. ويقولوا انه قصر الجن في مكة في عرفة. البيت لوحده ما حد شيء جنبه حوله نهائي، زي ما انتم شايفين جبال بس. وطبيعي جدا ما في ولا شيء. كل الخرافات ما لها داعي. طلعت لاخر السطح فوق حتى انا طلعت ما في ولا شيء. كذا الحمد لله خلصنا المغامرة. هرجع عند السيارة عشان الشباب منتظريني هناك. نراكم على خير. نشوف التحليل في الفيديو ان شاء الله يكون. طبعا اعتذر عشان النت رديء جدا. تقريبا دخلت في اماكن ما في نت. والسنابات حتجيكم ملخبطة فوق تحت فاعذروني. Thank you.